بعد خلافات كبيرة استمرت لأكتر من سنة، الفنان شريف منير وزوجته الفنانة لورا عماد قرروا إنهم هيتطلقوا خلاص علشان يكتبوا الفصل الأخير في قصة الحب اللي كانت ما بينهم بعد زواج دام لسنوات طويلة، وكانت نتيجته بنتين. وخرج شريف منير وكتب على حسابه الشخصي على الانستجرام وقال: تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء اسمه ونصيب، واتمنى لها كل الخير. وطبعا الخبر انتشر بسرعة البرق في كل مواقع السوشيال ميديا، وعشان كده الناس ابتدت تسأل: مين هي لورا طليقة شريف منير؟ لورا عماد هي ممثلة لها تجارب فنية قليلة، اتولدت يوم 1 يناير سنة 1972 وهي مسيحية الديانة. بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات، وبعدها دخلت مجال التمثيل بالصدفة البحتة. أول ظهور لها على الشاشات كان من خلال فيلم البطل من نجم الراحل أحمد زكي إنتاج 1998، وبعدها شاركت في مسلسل الرجل الآخر مع الفنانة ميرفت أمين سنة 1999، وشاركت في فيلم سوق المتعة سنة 2000، وفيلم أرض الخوف سنة 2000، وبعدها بعدت عن الفن فترة بعد زواجها من الفنان شريف منير، وده حصل بعد قصة حب كبيرة كانت ما بينهم، ورجعت تاني للتمثيل سنة 2021 في مسلسل نصيبي واسمتك. لورا عماد هي الزوجة التانية للفنان شريف منير، ومش أم أسمى بنته الكبيرة، وكان في بينها وبين زوجة شريف منير الأولى صداقة كبيرة جدا، واللي بالمناسبة كانت بتعاني من مرض سرطان القولون، وفضلت لورا بتخدمها وبتساعدها في محنتها لحد ما توفاها الله. وبعد ما ماتت كانت لورا هي اللي بتراعي أولادها. أسمى شريف منير اتكلمت عن لورا مرات أبوها أكتر من مرة، وكانت دايما بتقول عنها كلام حلو، وفي مرة قالت عنها: أجمل وأطيب وأجدع مرات أب في الدنيا. العلاقة بين شريف منير ولورا كانت كويسة جدا ومستقرة لسنين طويلة، لكن واحدة واحدة بدأت الخلافات والمشاكل بينهم تزيد لحد ما انفصلوا بشكل رسمي. الغريبة بقى إن مصدر مقرب من الاتنين طلع وقال إن الانفصال ده كان حاصل بقاله شهور، بس الاتنين ما كانوش أعلنوا على السوشيال ميديا. والأغرب إن شريف منير بعد ما أعلن امبارح على حسابه الشخصي على الانستجرام على الانفصال رجع ومسح البوست بعدها بنص ساعة، ولحد دلوقتي محدش عارف هو عمل كده ليه، وفي لغز كبير في الموضوع. لكن خلينا كلنا متفقين إن شريف منير الفترة الأخيرة كان متصدر الترند لوحده، أولها لما طلع يدافع عن بنته أسمى بعد ما طلعت في فيديو وحلقت شعرها قدام الناس وقال لها: اعملي يا حبيبتي اللي انت عاوزاه طالما مش بتأذي حد. بعدها على طول كان في عزا والدة الفنانة ديرة الشربيني، وحصل مشادة بينه وبين بنت صحفية لما قطعته في الكلام، أما تعصب عليها وقال لها: هش انت مفكرة نفسك صحفية بجد ولا ايه؟ وآخر حاجة حصلت هي طلاقه من زوجته التانية لورا عماد، وبكده يكون الفنان شريف منير هو نجم الترند خلال الفترة الأخيرة على كل المواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والمتصدر الأول لكل الصحف. بس السؤال اللي محير الناس كلها لحد دلوقتي هو ليه مسح البوست اللي أعلن فيه طلاقه من زوجته لورا عماد بعد ما شيره بنص ساعة؟ الوحيد اللي في إيده الحل اللغز ده والإجابة على السؤال ده هو شريف منير، وخلينا نشوف الأيام اللي جاية مخبية إيه. وما تنسوش تابعونا على صفحة نجوم الفن.